نحن اليوم يعني في أشغال، يعني انتهاء أشغال الدورة الاستثنائية 18 يعني اليوم، على أساس أنه عندنا 4 ديال النقاط. النقاط اللي هما فيهم 4 ديال الإقالات ديال الإخوان في المجلس، إقالة يعني معاينة إقالة السيدة فاطمة إيد بكاس نائبة رئيس مجلس الجامعة الوجان، معاينة السيد يحيى البعقيلي عضو المجلس، معاينة إقالة السيدة رشيدة أكياف اللي هي نائبة كاتب المجلس، كذلك يعني عندنا المعاينة ديال إقالة ديال رئيس اللجنة المالية اللي حتى هو يعني بداعي ديال المادة 67، على أساس أنه الإخوان يعني كيتغيبوا للدورات، تفرض فيهم الشروط ديال المادة 67 أنهم ما كيحضروش للدورات وما كيقدموش أي عذر ديال الغياب ديالهم. وحنا في مكتب الضبط ديال الجامعه كما ذكرنا في المجلس اننا لم نتوصل باي عذر من الاخوان. اليوم درنا المعاينه ديالهم وتم اقالتهم في المجلس، ليس هناك اي يعني قله تواصل او اي سؤال. خصنا اي تواصل نريد. الانسان دابا راه ما واخا تواصلتي معاه كيجي كيقول لك راه ما تواصلتيش معايا، يعني خصنا نحدوا على التواصل ونحددوا شنو اش من التواصل بغينا. هاد الاخوان انهم يعني نقولها بصريح العباره انهم يعني كتجيهم تليفونات ما تحضروش للدوره، حضروا للدوره هذه سيروا ليها، هذه ما تسيروش ليها. هذا يعني راه مؤسف جدا. الا حنا كنهضروا على دولة المؤسسات وكنهضروا على الشباب، واليوم حنايا راه حضرتوا معنا وشفتوا ان اغلب الاخوان اللي كاين في المجلس هم شباب ويتم التحكم فيهم. ما تجيوش ما تحضروش هاد الدوره، سيروا ليها الدوره ما تسيروش ليها. هذه راه مؤسف جدا. كل مثلا هاد العضو كيجي للدوره وكيقول يعني الراي ديالو مزيان. اليوم انا التدخلات اللي قالوا الاخوان من البارح عرفت التدخلات اللي غادي يقولوا انه مقرر وهذا. علاش داروا اجتماع وقالوا شنو غنقولوا شنو غنقولوا؟ وهذاك اللي كيعطيهم الفتاوي راه الى جينا للواقع راه وجان بحاجه الى هذا المجهود كامل اللي كنديروا، لا اللي كيديروا هما باش 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 يوقفوا العجله ديال التنميه، ولا حتى حنا هذا المجهود اللي كنديروا باش انهم ما نوقعوش يعني في الخطا ولا هذا. هذا المجهود لو كان يعني تجمع كامل وكنهضروا على المصلحه ديال وجان، وهاد الفعاليات حتى هما سواء اقتصاديه ولا جمعويه كاملين كنهضروا على المصلحه ديال وجان، راه مهم جدا. من يحرك وجان؟ الجميع يعرف يعني أين تعقد الاجتماعات، كيف يعقل أنه نجيكم غير واحد المسألة وقعت مؤخرا أنه كيكون عندنا واحد حفل تميز لفلذات الأكباد ديالنا في الجامعة، كتنظموا الجامعة من المالية ديال الجامعة، والإخوان السادة الأعضاء فضلوا مأدبة غداء وقيمت في نفس الوقت اللي فيها حفل ديال التميز لفلذات الأكباد ديالنا في الجامعة ديالنا. إذا شنو باش يختاروا واحد الحاجة؟ واش يمشيو لديك يمشيو لديك المأدبة غدا وما يحضروش هذا، ولا يجيو حتى اللي اختلفوا مع رئيس المجلس الجامعي خصهم يجيو يحضروا، يجيو يحضروا في هذا الحفل التميز ويعطيوا الشواهد التقديرية والجوائز لفلذات الأكباد ديالنا. وإلا اختلفوا مع الرئيس راه الجامعة ماشي ديال الرئيس، الجامعة ديال الساكنة ديال وجان، خصهم يجيو ويحضروا ويشاركوا في التغيب ديال الدورات. راه الجميع يعرف ان التغيب هو موقف ماشي عدم التواصل، توصلوا هو موقف. قال لك سيدي باش يتم حل في المجلس، راه المصالح ديال السكان راه كاينين والسلطه راه حاضره. والخطير في الامر انه واحد الحاجه غادي نقولها، انه واحد هذه اول مره غادي نصرح بها، هو انه كيكون كاين اتهامات وكاين تدخلات وكاين انسان اللي كيقول لك يا اما غادي تقدم الاستقاله ديالك، ولا راه غادي نجيب لك يعني اللجنه من الرباط غادي يعني تدير لك متابعه قضاء تحقيق وهذا. وكاين لي زوديات والتسجيلات ديال هاد الناس اللي كيهددوني وسادلي بها في وقتها. اذا حنا هاد المؤسسات اللي كتجي وهاد اللجان ديال التقصي والافتحاص مرحبا بها، ولكن باش يجي شي واحد فلان او علان ويتم استغلالها بطريقه ماشي هي هذيك قدم الاستقاله ديالك ولا راه غادي نجيب لك اللجنه، راه حنا عارفين ان نبغي دوله المؤسسات ماشي ديال واحد الشخص. الى انتم كشباب كمواطنين مغاربه كتقبلوا هاد القضيه، حنا راه ما كنقبلوش.
حنا واخا الا غادي يصيفطنا شي واحد للحبس ولا غادي نمشيو ما كاين حتى اشكال، غير هو واحد القضيه، المسائل اللي هي خارج القانون راه ما يمكنش نديروهم. هذه يعني تم رفعها في عده دورات ماشي غير هذه الدوره، ان المواطن الوجداني والمواطن في الاقليم ديال تيزنيت كيعرف علاش المجلس فاشل. واش واحد السيد كيجري صباح وعشيه رئيس المجلس، واش نتوما كتصوروا انه غادي يدير شي منجزات بوحدو؟ راه كتمشي كتحط شي ملف في شي بلاصه ودغيا كيتحركوا التليفونات، داك الدوسي ما يدوز، هاد الدوسي ما يدوز، علاش ما يتحسبش العربي اباكاس حيت هو رئيس المجلس؟ هذا راه مشكل. الى حنا وصلنا لهذا المستوى راه وكاين مازال امور اخرى راه غادي نوصلوا لهم، انه كاينين يعني يتم استعمال اشخاص من اجل الضغط على الرئيس، وكيتصيفطوا لي زيديات وكيجيوني مكالمات انه قدم لي الاستقاله ديالك، راه فلان غادي يجيب لك لوديت باش يدير لك الافتحاص في الجامعه. راه الافتحاص اللي غايجي للجامعه راه ما كاين حتى اشكال، وهاد الامور راه حتى حنا راه غادي نمشيو للقضاء وغادي نحطوها. الى هاد الناس غادي يصيفطونا للحبس، راه المغرب راه ما بقاش فيه هاد الامور، الحمد لله في شي حاجه راه كتجي لوديت كتسمعك كتعطيها الملاحظات اللي كاينين، ما كاين حتى اشكال. حنا في المجلس 16 على 16 يعني 100% من حزب التجمع الوطني الاحرار، والحزب مشكور دار مجهود كبير في تقريب الرؤى، ولكن نكون واقعيين بانه فشل في هذه النقطه. علاش؟ حيت ملي كتلقى واحد الانسان ماشي القرار ديالو، حيت انا واحد القضيه ممكن نختلف مع فلان او علان، كنجيو كنريحو كنحاولوا دوك النقاط الاختلاف اللي كاينه كتقريب نقاط يعني تقريب وجهات نظر، كنتوصل لواحد انا كنتنزل شويه هذا كيتنزل شويه كنوصلوا، ولكن واحد الانسان كتريح معاه غير كيعطيوه املاءات دير هذه دير هذه دير هذه، وكتعرفوا بانه واحد الواقعه وقعت شحال هذه ديال واحد تقلب الطبله في المجلس الجماعي ديالنا، وهذا الشيء مؤسف له. لماذا؟ وكان تعرض للضرب انه ديك السيده، والملف دابا راه كاين في القضاء، انه واحد المره في المجلس الجماعي السيده قلبت الطبله، قالت لك لا راه تلفظت بكلام وهذا قلبت الطبله، ماشي مشكل، لغد ليه نسى التليفون امام انظار السيد القائد والسيد الخليفه انه ضربتني بالتليفون. يعني وهذا الشيء راه مؤسف جدا، الا حنا كسلطه محليه وكسلطه اقليميه كنقبلوا هذا الشيء في البلاد ديالنا راه ما كاين حتى مشكل. راه هاد الشباب دابا حنا كنقولوا لا راه الناس القدام خصهم يعني يبعدوا على السياسه ويجيو الناس الجداد وهذا، الا حنا كنحاربوا هاد الشباب بهذه الطريقه شكون اللي غيجي مازال يترشح لينا؟ راه كاين اشكال في هذه النقطه الاخوان، راه ما يمكنش انت كتكون حيت دابا ما كاينش اللي عارف بحق هذا المنصب الا السيد اللي فيه، انه كيجي واحد الشخص كيقول لك خصك دير خصك دير، الا ما درتيش كيمشي كيتحكم لك في الاعضاء، راه ما عندك ما دير، سير للدوره ولا النيابه العامه. انا كنصرح هنا ان النيابه العامه الا هي كتشكك في الكلام ديالي تفتح التحقيق، ويتم تنصوا هذه المكالمات الهاتفيه ديال هاد الاعضاء والناس اللي كيوجهوهم، سيروا للدوره ما تمشيوش للدوره. راه بالعكس انا ملي كنختلف مع رئيس المجلس راه هذه ماشي هي السياسه، السياسه اللي حنا اللي كنعرفوا هو انه ملي كنختلف مع رئيس المجلس كنجي للمجلس كندير المداخله ديالي كتكون بحجاج وكتكون في القانون، ماشي انا كنجي كنقلب الطبله وكنجي. واحد القضيه انه ملي كاين هذا الملف في المحكمه تدخلوا ناس لا من السلطه الاقليميه ولا مستوى الحزب، انه كيقولوا لك اودي هذا المشكل اللي كاين في وجان راه فعلا كاين خطا كاين هذا، خصنا نريحوا اطبل نلقاو الحل لهذا المشكل، وريحنا وقالوا لك سيدي هذه السيده تنازل ليها على هذه الدعوه اللي كاينه في المحكمه، وحنا راه الاعضاء غادي نهضروا معاهم انهم يرجعوا للصواب ديالهم، واعطيناهم سيدي تنازل هذه السيده في المحكمه. فاذا بهنا نتفاجأ انه بعد 48 ساعه يتم توقيع ملتمس اقاله الرئيس، طلب استقاله الرئيس الماده 70. اذا هاد الناس جلستي معاهم والسلطه الاقليميه حتى هي المشكوره السيد العام المشكور تدخل وقال لك اودي هذا الخلاف هذا خصنا نلقاو ليه الحل، وفي الاخر اش لقينا؟ انه هاد الناس غدروا بنا امام السلطه الاقليميه وامام الحزب التجمع الوطني الاحرار. اذا هنا راه كنشوفوا شي امور ماشي هما هذوك. كنقراو عليك القانون بهذا البيت هاد الجميع طبقا الماده 6 من القانون 13 14 تيقول لك جميع القرارات
جميع يعتبر التصويت العالمي قاعده لاتخاذ جميع مقررات المجلس.